السلام عليكم، ايش حالكم؟ فيديو اليوم بيكون عن الادفنت كالندر من لوكسيتان. شفتوا بس مكبرها الادفنت كالندر مالهم. كل سنة اغلب البراندات في فترة الهوليديز اخر السنة من شهر 10 تقريبا ينزلون الادفنت كالندر، اللي هي عبارة عن شو؟ تكون عبارة عن 24 باب، واحيانا حد منهم يسوون 12 باب، انه في خلال شهر ديسمبر كل يوم تفتحون باب. بس طبعا انا اليوم بفتحهم كلهم، وفي هالابواب تكون غالبا سايزات ديلوكس سامبل او بالحجم الكبير لافضل منتجات هذه الماركه. ولوكسيتان كل سنه ينزلون ادفنت كالندر غالبا تكون ديلوكس سامبل. بس فرصه حلوه اذا انتم مو مجربين منتجات لوكسيتان، انا ما اتوقع في حد لحين ما جرب منتجاتهم، اذا حابين تجربونهم، وبعد اذا تحبون منتجات معينه من عندهم تقومون تستخدمونها حق السفر مثلا. انا شو اسوي يوم افتح الادفنت كالندر واطلع كل المنتجات، اشوف اللي انا تعجبني اخليها حقي والباقي اوزع على صديقاتي وخواتي. فاذا انتم متحمسين حق الادفنت كالندر من لوكسيتان، تعالوا كملوا وياي الفيديو، بس لا تنسون اللايك والاشتراك في القناه. والحين تعالوا نبدا الفيديو. طبعا تصميم الادفنت كالندر يجنن 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 يجنن، كل سنه تصميمهم احلى عن السنه اللي قبلها. باب رقم 1 في الالموند شاور اويل، هذا استخدمه واحبه وعندي منه كذا حجم. والحلو انهم نزلوا بعد من هذا بريفل، يعني تقومون تشترون العلبه الكبيره وتسوون ريفل حق العلبه الصغيره. هالحجم انا وايد احبه حق السفر. ميزه هالشاور اويل انه ينظف الجسم وفي نفس الوقت يرطبه ويحتوي بارده. باب رقم 2 وحصلتنا، تونا نقول بسم الله. شوف باب رقم 3 وباب رقم 4، نسوي سكيب حق باب رقم 2. لا حصلته، حجم صغير. هذا كريم ترطيب للوجه اللي هو في العلبة الزرقاء، اعتقد ان هذا الكريم انا مجربت انه اظن. باب رقم 3 كريم اليد اللي انا ما احب ريحته، ريحته وايد سترسي، عبارة عن ليمون حامض. انا مو مع هاي الروايح وايد، بس ترطيب كريمات اليد عندهم ممتازة. باب رقم 4 من لاين الالموند شامبو. على كثر ما انا جربت منتجات لاين الالموند اويل ما كنت ادري ان عندهم شامبو، يمكن هذا جديد. هذا شو ريحته؟ الله ريحته حلوه، وايد حلوه ريحته. بشيك عندهم الحجم الكبير باخذه. زيتي قبل شيكي، شوفي ناس بتبغي ناس بت... لا ريحته حبيته. لا يتمسخرون لوكسيتان. متى نزلوا من الكونديشنر اللي هو الالموند اويل؟ منزلين شامبو كونديشنر او هم موجودين من قبل وانا ما بمركزة؟ معقولة حافظوا منتجاتهم؟ انا وينك يا باب رقم 6؟ انا قلت لكم ولا لا ان هالادفنت كالندر فيها 24 باب؟ اذا ما قلت لكم فالحين اتذكرت. ما اعرف هاي العلبة عبارة عن شو. كيوت. مجط خشبي. لا حبيت الفكرة. باب رقم 7 ما حبيته، الشاور جل من هذا اللاين اللي هو على شكل وردة الشير. ابدا ما احب ريحته، بوزع. باب رقم 8 بعد ما حبيته، لان البودي لوشن من نفس اللاين اللي انا مبصديقته. وينك يا باب رقم 9؟ حصلته، اصغر حجم للليب بالم في العالم. هذا الليب بالم بشيا باتر، مجربته من قبل وايد حلو، بس عاد الله يهديهم الحجم وايد تايني صغير، شوي كان كبروه. باب رقم 10 له فوت كريم، هذا مجربته انه ترطيبه وايد ترطيبه قوي، لان في شيا باتر بنسبة 15%. اما باب رقم 11 كريم اللي هو بيتيت ريميدي، هذه عبارة عن زبدة مركزة، انا احب استخدمها للشفايف اكثر شيء، والحوالين الاظافر ترطب بعمق. هذه اقولكم انا اغلب منتجاتهم استخدمتها. باب رقم 12 لازم يحطون منها اللاين اللي ما احبه. الصابونة، والله حتى ريحتها تروح وهي في الكيس. وينك يا باب رقم 13؟ حصلته، شيء ظريف، شيء جميل، شيء وايد انا احبه، اللي هو الهاند كريم، بس هذا بريحة الساكورا. لاين الساكورا عندهم يجنن، الريحة بارد، ترى ريحة هادية. اذا ما تحبين الروايح الواضحة القوية، لاين الساكورا بيعيبك. صح الريحة باردة بس التم يعني تروحينها، لكنها مو بحاشرة. باب رقم 14 هذا الشامبو المعتاد مالهم، هم انا مستخدمتنه من قبل ومخلصة من كم من علبة، ينظف بس
بلطف، ما يجفف الشعر وايد، فهذا مستخدمته وستانس انه حاطي لي اياه. باب رقم 15 باي ديفولت كنت متوقعه بيكون الكونديشنر نفس لاين الشامبو، بعد هذا وايد حلو. انا على فكره احب الكونديشنر اكثر من الشامبو، ما اعرف ليش. لان الكونديشنر احطه على الشعر من تحت الاذن ونازل، وانا شعري طويل، وهذا الكونديشنر صدق يرطب الشعر. باب رقم 16 هاند كريم بريحه الروز، هذا بعد انا وايد احبه واستخدمه دائما، في هذا اصغر حجم في حجم اكبر منه، حلو حق الشنطه. لا يتمسخرون لوكسيتان، لا 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 يتمسخرون. باب رقم 17 الشاور جل بريحه اللي انا ما احبها حتى على فكره، هاللاين اسمه غريب ما اقدر انطقه حتى، اللي هو سيترسي، وايد جي سيترسي. انت ما تحبين ريحته، ليش تشمينه؟ لا بديت ازعل. وين باب 18؟ لا يتمسخرون، نفس الشيء نفس الريحه بس بادي ميلك. يعني في لوكسيتا عندهم لاينات تجنن، النيروليان اوركيد، الساكورا، الروز، وايد وايد في لاينات. تحبكت على هاللاين لان ما احب. في باب رقم 19 راضوني شوي لوكسيتا، هذه الصابونة اللي هي اكسترا جنتل سوب، وايد هاي الصابونة حلوة، انا مجربة بالحجم الكبير وهالحجم الصغير حق الجسم. هالحجم الصغير حلو حق الصفر، لان حق الصفر تبغين حجم صغير وبسرعة يخلص، فهذا اوكي. وصلنا الباب رقم 20 فقربنا نخلص. الله هذا السيرم بعد مخلصة من وايد، في منه حق حوالين العيون في حق الوجه، ترطيبه ممتاز. والحلو انهم من هالسيرم نزلوا ريفل، فيعني يوم يخلص عنك تومين بطلينه وتسوي له ريفل من العلبة الكبيرة. أنا وايد أحب حركة الريفل، أغلب البراندات قاموا يسوون هاي الحركة، لأن أولا نخفف من استهلاك العلب، وثانيا السعر يكون أرخص، خصوصا إذا أنتم منتج تحبونه ودايما تستخدمونه. باب رقم 21 ما حبيت الحجم، وايد الحجم صغير، اللي هو extra comforting cream، كريم حق الجسم حق الايادي، بس يعني لو شوي مكبرين لنا الحجم شوي بسرعه بيخلص هذا الكريم. نسبه الشيا باتر اللي فيه 5%. باب رقم 22 دراي سكن هاند كريم اللي هو بعد بالشيا باتر، ممتاز هذا وما في ريحه. حق الناس اللي ما يحبون الكريمات اللي فيها روايح واضحه، او يبون كريم ما في ريحه، هذا ممتاز وترطيب البنات ممتاز، لأن نسبة الشيا باتر فيه 20%. باب رقم 23 اللي هو قبل الأخير، أوه في شيء حلو، ما أعرف ليش أنا أحبهم هاي الصوابين، اللي هي بادي سوب، هذه البيضة بعد هذه وايد حلوة، ريحتها هادية، بس ريحتها كان فيها مست شيء بسيط، ريحة بودرة، ريحة نظافة، هاي صابون تجنن. آخر باب اللي هو رقم 24، أوه فعلا مخلين احلى شيء لاخر شيء، هاند كريم بالالموند اويل، والحجم كبير، هذا الحجم الاساسي، هذا بعد ممتاز ممتاز ترطيبه وريحته، محلات ريحته احلى شيء في الادفنت كالندر. طبعا لان اخر يوم فيحطونا دائما شيء واو. وهذه كانت يا حلوات الادفنت كالندر من لوكسيتان العام 2022، اتمنى ان يعجبكم الفيديو، واذا انتم تستخدمون منتجات من لوكسيتان اكتبوا لي في الكومنتس تحت شو روايح او شو الاشياء اللي انتم تحبونها من عندهم وتستخدمونها. اتمنى لكم يوم سعيد واشوفكم في الفيديو الجاي، مع السلامه.